تخيل كده تبقى قاعد على الشط تلاقي سمكة وتصطادها، وده اللي حصل. هقول لكم بقى عملنا ايه في يوم كامل في جزيرة نيلسون، واكلنا ايه وشربنا ايه ورحنا ازاي. اتحركنا على طول من بعد صلاة الفجر على ابو الجو قير. كان مغيم شوية، واليوم اللي احنا رحنا فيه ما كانش ينفع. وبعد ما وصلنا على ابو قير رحنا الحلقة عشان نشتري سمك، كانت لسه ما المهم بعد لفة اكتر من ساعة في ابو قير من شرقها لغربها، دخلنا مينا ابو قير وقطعنا التذكرة. قلنا ان احنا نستناهم دلوقتي بعد ما اخدوا البطايق ان هم بقى يسجلونا في الدفاتر كده عشان التصريح يتعمل، يعني عشان ندخلوا على المتحف. فربنا يستر. المفروض يا جماعة ان احنا دلوقتي ندخل نشتري سمك. هنا جبنا شواية وفحم وجبنا كل حاجة، مش ناقصنا بالظبط غير سمك. الدنيا رايقة. معظم الناس اللي احنا سألناهم قالوا لنا جزيرة نيلسون دي مش موجودة اصلا. طيب متأخر قوي، على كده الساعة 6، في ناس أصلا طالعة من الساعة 4 الفجر. يا دوبك كانوا واقفين عشان ننزل نستلم البطايق وناخد التصريح ونرجع تاني. ولقينا بقى كده السمكة دي طلعت لنا من وسط الجو. عامة كان وحش اليوم ده، أنا دخت من المركب والهواء كان قوي قوي. والله كنا بنموت. والحمد لله بعد أكتر من ساعة في عرض البحر وصلنا الجزيرة. أنا أول مرة أتمرمط كده في حياتي. الجو كان وحش قوي وكان خطر قوي ان احنا نطلع بالمركب. الجزيره الصراحه هاديه وتحفه وزي ما توقعتها بالظبط. سوقوا بقى الحاجات فوق في السوق. اهم حاجه لازم تجيبوا معاكم شورت وشبشب تتوضعوا الدنيا وتوضعوا عليكم عشان انتوا ممكن ما ترجعوش تاني. كلها الارض كلها مليانه سحالي. انتوا حرفيا من المناظر الطبيعيه اللي انتوا هتشوفوها هناك هتحسوا ان انتوا سافرتوا وما رحتوش ابو قير. هنا انا كنت بحاول اصطاد الكابوريا اللي بتطلع لي بس للاسف ما عرفتش. انت الميزه بقى هناك واللي خليتنا نروح المكان ده مخصوص ان انت حرفيا بعيد عن البشر كلهم. وعامه بقى هي المايه هناك مش كويسه وكلها اناديل، فما انصحش حد ينزلها. خلاص استقرينا على الخيم. بعد ما خلاص استقرينا على المكان لقينا ده في وشنا. ده اغرب نفق انت هتدخله في حياتك. ارجع ارجع. غريبة جدا. عشان بس نضمن ان هو مش هيطلع. فعقبال بقى ما الفحم يولع نغسل السمكتين دول ونعملهم. فلفل اسمر وكمان شوية كمون يقيس كله في بعضه. بعد ما عملنا بقى التتبيلة تعالوا نتبلوا السمكة. بص امسك كده كده التتبيلة حاجة تأكد ان التتبيلة وصلت للسمكة كلها. بص كده تبقى فيها التتبيلة بتاعتها. بالمناسبة يا جماعة احنا خدنا سيف خلطة ده مش هينفع يفك. لا بعد عليها كده بالفويل بس دوب عشان الفويل هتساوي بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة. بس هنطلع تلاتة نشوف. بيلة بقى بتاعته ملح فلفل كمون مع فصين توم. نقلب بقى دي كله في بعضه يطلع شكله بقى كده في الاخر يتحط بقى على الشوايه. نبدأ نشوف السمك اصلا فيها حاجة كمان. انا هنضف الجمبري عشان هنعمله بطل فلوس. اسمعوا بقى كده تعالوا نشوف السمك الاول. أوه. أوه.
يلا على بقك على بقك. الله. وشوية كمون. دي ترى زبدة كده. ويترص على الفحم كده. ارجع لي تاني من فوق. وعقبال بقى ما الجمبري بطل فلاي يشم النار نعمل احنا السلطة. دي أصعب طريقة تنضف بيها الفلفل. بعد يا دوب ما تحس ان هو استوى شويه كده تدهنه تاني بالزبده. هنعمل بقى احلى سلطه وميه سلطه عشان بس الكريمه. ده كده شكل الاكل اللي احنا عملناه على العموم شكله خطير. هنجربه ونعمله ريفيو للاكل بتاعي. بص حرفين زبده 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 وغرقان زبده. ما اكلتوش في احسن مطعم سي فود في اسكندريه. يا فين بقى الناس اللي بتقول لك ده احلى اكل سمك على الفيو؟ مفيش احسن من الفيو ده. ده ميه سلطه وسلطه. شايف اللحمة عامل ازاي؟ اربع معاصي حلوة. الأكلة دي هتطلع مطعم. طلعتنا كابوريا. كابوريا. كنت بحبها. شايف الكابوريا بقى عامل ازاي؟ شايف الكابوريا اللي احنا اصطدناها؟ شكلها عامل كده. كفاية كده سوا عليه. اربع شكلها عامل ازاي؟ احلى شوربه سي فود هتشربها على الفيو ده. شوربه سي فود خطيره. ده بقى شكل الجمبري وعلى قد ما الاكل يبان بسيط لكن بيبقى فيه روح كده ويبقى طعمه تحفه. وحلاوه الاكل بقى في اللمه ولما كل واحد يبقى بيشارك بايده كده وبيشارك في الحاجه اللي هو بيفهمها. فبجد النتيجه في الاخر بتطلع حلوه قوي. وبس كده بقى كان معاكم جو ناصر ودي تجربه جديده حبيت انقلها لكم. ولو عجبتكم انا وعيت الفيديوهات دي اكتبوا لي في الكومنتات وهنعملوا منها كتير الفتره اللي جايه.